مرحبا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من القدس دوت كوم في لندن. الرئيس محمود عباس يكشف عن ضغوط يتعرض لها للتراجع عن طلب الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكتب الرئيس على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه منذ عودته من الأمم المتحدة وإلقاء خطابه الذي أكد فيه قرار القيادة الفلسطينية الذي لا رجعة عنه بالتقدم بطلب الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الجمعية العامة، انهالت الاتصالات والضغوط على القيادة للتراجع عن هذه الخطوة ولإقناع الدول بعدم التصويت. وعزى الرئيس الضغوط الاقتصادية على السلطة الفلسطينية حاليا من عدة أطراف إلى ما قال إنه قرارنا هذا. مصدر في وكالة تصدير السلاح في روسيا ينفي الخميس أنباء عن وجود أسلحة على متن طائرة الركاب السورية التي أجبرتها مقاتلات تركية على الهبوط في أنقرة بينما كانت في طريقها من موسكو إلى دمشق للاشتباه في أنها تحمل معدات عسكرية. وقد اتهم وزير النقل السوري تركيا بالقرصنة ومخالفة المعاهدات الدولية الخاصة بالنقل الجوي، وسمحت السلطات التركية للطائرة بمواصلة رحلتها إلى دمشق بعد إنزالها الركاب منها ليلة الأربعاء الخميس وتفتيشها. رئيس القسم السياسي والأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية يحذر من أن المواجهات في سوريا ستزداد في حال سقوط نظام بشار الأسد، ويقول أن سوريا ستتحول إلى دولة تسودها الفوضى العارمة وستفتقر إلى النظام والقيادة. محكمة جنايات القاهرة في مصر تبرئ الأربعاء 24 من رموز النظام السابق وأعضاء سابقين في الحزب الوطني الحاكم سابقا وأعضاء في البرلمان المنحل عقب ثورة 25 يناير، في مقدمتهم صفوة الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وفتح سرور رئيس مجلس الشعب السابق في قضية اتهامهم بتدبير وقائع التعدي على المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير شباط من عام 2011 المعروفة إعلاميا باسم موقعة الجبل. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يقول إنه كان هادئا أكثر من اللازم في مناظرته الرئاسية الأولى التي أصابت كثيرين من مؤيديه بصدمة وأعادت الحيوية إلى منافسه الجمهوري ميت رومني، ووعد الرئيس بأن يتبع نهجا أكثر هجوما في المناظرتين المتبقيتين. ويسعى نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن لاستعادة بعض التقدم وتبديد مخاوف الديمقراطيين الخميس في مناظرة ذات مخاطر كبيرة في مواجهة منافسه الجمهوري بول رايان. أخيرا في هذا الموجز، زار عدد من كبار القادة المدنيين والعسكريين الباكستانيين من بينهم وزير الداخلية تلميذة في 14 من عمرها اسمها ملالا يوسفزاي في المستشفى بعدما تعرضت لاعتداء عليها من حركة طالبان بالرصاص. ووعد الوزير بمعاقبة مرتكبي الاعتداء على هذه المراهقة التي هجمت بسبب دفاعها عن حق الفتيات في تلقي التعليم في منطقتها التي هي وادي سوات في شمال غربي باكستان. وعقبت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون على ذلك بقولها إن الفتاة ملالا هجمت لأن المتطرفين لا يريدون للنساء أن يتعلمن وأن يقمن بأدوار قيادية. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. تحية لكم وإلى اللقاء. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.